بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الأولى، نتواصل معكم إن شاء الله في محاضرات الفارماكولوجي. We are now in week 8 and we will discuss in this week the drug metabolism, which is part of pharmacokinetics. We understand that pharmacokinetics includes drug administration, drug absorption, drug distribution اللي ناقشناه بالمحاضرة السابقة، واليوم إن شاء الله راح نناقش drug metabolism. The objectives for this lecture will be to discuss drug metabolism and biotransformation in the body, to define drug metabolites and explain its importance, to discuss phase 1 and phase 2 reactions and the concept of enzyme induction and enzyme inhibition, and finally we will summarize to you factors that affecting drug metabolism. Hope you will enjoy this lecture. So before going deeply in the subject, we have to clarify certain things related to drugs kinetics. First of all, from previous lectures عرفنا انه حتى الدرج يصير بابزوربشن وحتى يصير بديستريبيوشن ويوصل للتارجت سيلز يفضل ان يكون لايبوفيليك، يعني ليبيد سوليبل. واذا ما كان ليبيد سوليبل راح يكون الديستريبيوشن مالته في مناطق محدده جدا ممكن يكون يشتغل بيها. يعني احنا ما نقول كل الدرجز لازم تكون lipid soluble، اكو عندنا water soluble لكن لها عمل محدد يكون. اما الماجوريتي اوف ذا drugs فهي تكون lipophilic. And because they are lipophilic they are widely distributed inside the body and they will bind to plasma protein من الاشياء اللي حكيناها سابقا. هذا صحيح هو مفيد ويعني هو مسؤول عن معظم عمل الادوية، لكن في حالات معينة مثل هسه الحالة اللي احنا بها الميتابوليزم او لما ينتهي عمل الدواء، يعني هو وصل للتارجت وصل للبرين سوالي انستيزيا تخدر المريض كملت العملية وما يبقى المريض مخدر، صحيح؟ لازم يرجع يصحى مرة الأخرى. حتى يصحى لازم الدرج يطلع من التارجت ويطلع خارج البودي يصير بي إليمينيشن. اذا اليوم احنا راح نبدي نشرح مفهوم الإليمينيشن. فحتى يصير بي إليمينيشن يفضل ان يكون الدرج ووتر سوليبل ان نوت ليبيد سوليبل، لان اذا ليبيد سوليبل معناته ديستريبيوشن اكثر معناته باقي ديبلي بالتيشو، معناته حتى اذا طلع باليورين راح يصير بي ري ابزوربشن اجين. تعرفون انتو اليورين هو اكويس سوليوشن محلول مائي، ومعظم الادويه تنطرح عن طريق اليورين، قسم عن طريق البايل حكيناه بذيك المحاضره، قسم عن طريق البريث اذا كان انهيليشن، قسم عن طريق الملك والسويتنج، يعني لكن هذا ليميتد. موست اوف ذا دراجز ار اليمينيتد اور اكسكريتد ثرو ذا يورين. سو فور ذيس بيربز ذي هاف تو كونفرتد فروم ليبيد سوليبل انتو مور ووتر سوليبل كومباوندز، فلازم نحولها الى ووتر سوليبل كومباوندز حتى يصير بها اكسكريشن باي ذا كيدني. ذيس از ذا كورنر ستون اوف دراج ميتابوليزم. اوكي، اهم مفهوم هسه افتهمناه انه هدف الدراج ميتابوليزم انه يحول لي هذه المركبات، يحول لي الادويه من ليبيد سوليبل الى ووتر سوليبل حتى يتخلص من عدة الادويه. اكو اشياء اخرى راح تصير بس هذا هو الميجر كونسبت هسه راح نناقشه شوي شوي. First of all, the product of drug metabolism. طبعا drug metabolism معناته يجي الدرج يدخل في الخلية، تصير عليه سلسلة أشياء تحول من structure إلى structure آخر، يتغير تركيبه. من يتغير تركيبه the product of this metabolism راح نسميه metabolite. هذا تحفظوا المصطلح، كلمة metabolite إذن هو the product of the drug metabolism. This metabolite is often less active، يكون أقل activity من الدرج نفسه. مرات يكون inactive أصلا ما يشتغل، then ممكن يكون less active ممكن يكون inactive. However some metabolites may have enhanced activity. أعتقد أعطيتكم مثال آني على مفهوم البرودرج في أول محاضرة أخذناها بالفارماكولوجي، قلت لكم مرات نعطي إحنا compound، هذا الكومباوند بداخل البودي يتحول إلى active compound. فإذا الحالة الثالثة ممكن تكون enhanced activity.
or it may be a toxic property. إذن ذني طبعاً مناسبة أنا من أختار الألوان هاي كلها يعني لها معنى من تقرون لازم تربطون بالألوان. فإذا ممكن يكون under activity لكن يكون less than the parent أو يكون inactive inactive compounds يعني هنا كلها decreased activity less active or inactive يعني هذه less decreased activity هذا اللون. وهنا لا ممكن يكون enhanced activity enhanced activity كدراج or كtoxic effect ممكن يعني اللي يطلع البرودكت هذا يعطيني effect بس هذا الإفكت مو نفس effect للدراج مو enhanced activity it is toxic properties. راح أعطيكم أمثلة هنا. For example هذا المثال أعطيتكم إياه بالمحاضرة الأولى 6 mercaptopurine is the active metabolite of azathioprine. Azathioprine is inactive drug. It is called prodrug. لما يدخل للجسم يتحول بالليفر إلى active metabolite called 6MP. So 6MP is the active metabolite of azathioprine. هذا اللي يعطيني الإفكت pharmacological effect مو هذا. هذا inactive. هذا active. إذا هنا صار عندي enhance بالactivity. طبعا معظمهم هي تصير less active و inactive بس دا أعطي example على ذني الحالتين اللي هي some metabolites some لكن often يعني most of them راح يكون less active or inactive but some of them will be enhanced activity or toxic. إذا enhanced activity أخذنا مثال 6MP هو active metabolite of azathioprine. The second example which is very important حفظوها it is very important هذا تحفظوه زين that some compounds may be converted to toxic metabolite and has toxic properties. The best example is very famous drug كلكم تعرفوه موجود بكل البيوت والكل تستخدمه هو الباراسيتامول او استامينافين. اوكي تعرفوه البنادول يعني او تايلينول هذا مسكن الالم المعروف اللي هو اشهر انواع المسكنات وماكو بيت يخلى من عنده. This paracetamol is metabolized into highly toxic, مو بس toxic, highly toxic metabolite called N-acetyl-p-benzoquinonamine. تاخذون اسمه بعدين جواب المحاضرة. N-acetyl-p-benzoquinonamine is the highly toxic. زين سواء واحد يقول عاد احنا يوميا بدنا ناخذ باراسيتول شو بدنا نسمم ما يصير بنا شيء. هذا التوكسيك ميتابولايت يصير بي deactivation immediately اول ما يتكون بالليفر. إذا صار عندنا فت حالة معينة ممكن يكون تركيز هذا التوكسيك ميتابولايت كلش عالي ويؤدي إلى severe toxicity. هاي الحالة نسميها drug overdose. يعني إذا واحد بدل ما ياخذ حبايتين بنادول أو 6 حبايات أو ماكسيموم 8 حبايات في اليوم إذا إجا أخذ 20 حباية هيجي طبقة واحدة. طبعا سواء واحد يقول أكو واحد هيجي ياخذ طبعا أكو واحد هذا مثلا اللي يكون accidental ingestion مثل طفل ولزم الحبايات وقاعد ياكل بيهن أو يكون واحد عاجبه ينتحر سويسايد ياخذ ذني الحبايات يبلعهن يريد يعني intentional نسميه intentional overdose انتحار أو سبب آخر هاي راح يصير عندنا هنا toxicity of paracetamol. هذا المفهوم الثاني أعتقد واضحة الفكرة والإكزامبلز كلش واضحة. هذا المفهوم الأول مفهوم آخر إنه وين ده تصير هذا الدراج ميتابوليزم. طبعا the organ is responsible for most of the drug metabolism is the liver and it is the principal organ for that but other tissues also can metabolize drugs for example the gastrointestinal tracts the lungs skin kidneys all of them have the capability of metabolizing drugs but the major organ is the liver. The fourth concept is that هذا الكونسبت احنا شارحين سابقا ويا الدراج ابزوربشن it is the first pass effect. هذا لازم يكون كلش واضح انه انه الدراج ميتابوليزم مو معناته انه ورا ما يخلص شغله للدراج. بس انا اللي حكيته سابقا قلت لكم ورا ما يعطيني الافكت هذا كله اذا انا متجاوز في الشيء اسمه الفيس باس افكت. لكن اكو قسم من الادويه اول ما ناخذها اول تاثير فيس باس افكت يصير عندها ميتابوليزم. هذا شرحناه كلش يعني اعتقد واضح بالمحاضرات السابقه. السبب مالته انه الترانسبورتيشن فروم ذا جي اي تراكت از ثرو ذا بورتال سيركوليشن تو ذا ليفر اللي هو اعتبرناه الميجر اورجان اوف دراج ميتابوليزم. فهذول يصير بهم اكستنسيف ميتابوليزم قبل لا يوصلون سيستميك سيركوليشن. هذا هو. فهذا معناته راح يصير عندنا احنا ديكريز بالبايو افيلابيلتي. واخذنا اكزامبلز عليها اخذنا الجليسيريل تراي نايتريت وقلنا لازم نعطي حبايه تحت اللسان او نعطي لصقه على الجلد لانه الاورال ادمنستريشن ما يفيد او نعطي بارنتيرالي. اوكي اعطيكم في اكزامبل على دراج اسمه كلونازيبام او ريفوتريل. هذا يشبه الدايزيبام الفاليوم من الادويه المهدئه او المنومه. هذا يصير بي اكستنسيف ميتابوليزم بوت ان ذا انتستين نوت ان ذا ليفر. اذا مفهوم الفيرست باس افكت ممكن يكون بالليفر اللي هو الموست اوف ذا
circumstances, but it can occur also in the intestine. بالانتستين اكو انزيمز خاصه تسوي ديستركشن للكلونازيبام. هذا هم فيست باس افكت؟ نعم، it is also فيست باس افكت. ليش؟ لان قبل وصوله للسيستميك سيركوليشن الانتستين هي المحطه الاولى، بعدين يروح للليفر. فاذا الانتستين عندها، احنا لا تنسون هنا قلنا الاورجنز وحده من عندنا الجي اي تي. فاذا الانتستين ممكن تسوي لي ديستركشن للدرنك اذا كان هذا اول مروره، يعني باي اورال ادمنستريشن راح يصير also فيست باس افكت. Okay, so intestinal metabolism may contribute to the overall fast pass effect. Now, if the drug and the high fast pass effect, this will limit the oral bioavailability. الحل شنو؟ We have to search for another route. لازم نوصل للسيستميك سيركوليشن بدون ما يمر بالليفر. شنو هاي الروتس اللي كان bypass الفاست باس effect؟ هذا المفهوم اللي ركزت عليه، جبت لكم سؤال بالتي بي ال، جبت لكم سؤال شنو هي الروتس اللي كان bypass the fast past effect. طبعا الروتس هي السيستميك، البارنتيرال، الاي في، الاي ام، السبكوتينيوس، كلها. وقعدنا اورال وممكن يتجاوز الفاست past effect. شنو هو؟ سبلينجوال، صحيح. ممكن ترانسديرمال، نعم ترانسديرمال اوسو، اي واحد عدا الجي اي تي عدا الاورال ممكن. الركتال ممكن، الركتال 50% يس، لان الركتال قلنا 50% of the anal canal is of the rectum, sorry, is drained directly to the systemic circulation, اللي هي lower part. بينما the upper part of the rectum is drained to the portal circulation. Okay? فإذا استخدمنا rectal route by suppositories، قسم من عندها ممكن يوصل للسيستميك سيركوليشن مباشرة without face pass effect. بس احنا ما نحطه entirely، مو مثل الاي في والاي ام والسبلينجوال، ذنيك مباشرة يوصلن. اعتقد هذا المفهوم هم واضح وغطيناه كلش زين. Now هو ميتابوليزم اكر، طبعا راح يصير كيميكال رياكشن. هسه شوي راح نحول للبايوكيمستري، وتعتقد اخذتوا فد كميه يعني لا باس بها ويمكن كبيره من الميتابوليزم والدراج، عفوا الانزيماتيك اكتيفيتي اوف ذا سيل ضمن هاي الوحده. ان شاء الله راح يكون هذا الاشياء كلش سهله عليكم. هذه الرياكشنز هي عباره عن كيميكال رياكشنز كاتلايزد باي سبيسيفيك سيلولار انزيمز. هذه الانزيمز ممكن تكون موجوده بالاندوبلازميك ريتيكولوم، موجوده بالميتوكوندريا، بالسيتوسول، باللايزوزوم، او بالنيوكليير ممبرين، او ايفن ذا بلازما ممبرين. سو ان اول ذيز سيل كونستيتوينتس مي كونتين ذوز انزيمز. وراح نحكي، احنا نحكي بالتفصيل على انزيمز محدده، ويمكن انتم ماخذين بالبايوكيمستري، بس راح نحدد هنا شغلها شنو على الدراجز. ان جنرال وي ار كلاسيفاينج دراج ميتابوليزم انتو تو فيزز. ذا فيز 1 كولد phase 1 reaction or oxidation reduction reaction. It is the job of the microsomal mixed function oxidase system. This oxidation system is present in the cell and is responsible for microsomal oxidations of many compounds. يمكن انتو اخدتو بال energy production، بال Krebs cycles، بالmetabolism of certain nutrients، وإله دور كلش مهم بالدراج metabolism. It includes oxidation reduction process and catalyzed by two major microsomal enzymes. هذول الانزيمز، the first one is the major enzyme of phase 1 reaction in the body، نسميه cytochrome P450. وحفظوا هاي الكلمة الطلاب، مو بعدين يجي طالب يرفض لي اياها. سايتوكروم بي 450، سايتوكروم بي 450، سايتوكروم بي 450 او نقول 450، هيك لفظه سايتوكروم بي 450. سو واتس بي 450 انزيم؟ ات از هيموبروتين انزيم ابريفيتد اس سي واي بي، دائما يرمزوا له بهذا الرمز سي واي بي او بي 450. وعندنا سايتوكروم بي 450 ريدكتيز، قلنا هو اوكسيديشن ريدكشن بروسيس. ذا سي واي P450 is responsible for oxidation and the CYP450 reductase is responsible for reduction reactions. Okay, the CYP450 reductase also called flavoprotein enzyme. Phase 1 reaction, شنو الهدف من عنده؟ الهدف من هذا الphase 1 reaction is to convert the lipophilic molecules into more polar, more water soluble. نفس المبدأ اللي شرحناه بالبداية، حتى احول اني هذه الكومباوندز الى ووتر سوليبل. شنو يحتاج من عندي؟ شلون يكون الدراج ووتر سوليبل؟ كل ما كان الدراج بولر راح يكون مور ووتر سوليبل، كل ما كان ليس بولر تقلل البولاريتي
راح يكون less water soluble. إذا أنا راح أضيف له polar groups أو functional groups حتى أحوله إلى polar compounds، يكون قطبي يحتوي على شحنات إضافية. حتى يكون قطبي من المولكيولز المشهورة هو الهيدروكسيل جروب، هيدروكسيل جروب the OH group and the amine group NH2 group. هذني من ينضاف للكومباوندز راح يكون مور بولر وبالتالي مور ووتر سوليبل. هذا الهدف الأساسي من فيز 1 رياكشن. مرات ما نضيف له احنا هذه الجروب، تكون موجودة بس مخفية، تحتاج رياكشن بسيط، هذا نسميه انماسكينج. انماسكينج تكون الجروب هذه ماسك، مثلا هنا بدل المثي الامين العفو يكون هنا هذا سكندري امين، يكون تيرشري امين، انا بس اشيل من عنده هيدروجين وحده، او الهيدروكسيل تكون اكسجين وانا اضيف لها بس هيدروجين الهيدروكسيل حتى احول لها هيدروكسيل جروب، وهكذا اسمي انماسكينج. فيس 1 ميتابوليزم البرودكت مالتها شنو راح يكون بالنسبه للاكتيفيتي؟ may increase the activity may decrease the activity or may leave unaltered activity. واضح؟ هنا مو دائما يطلع الـ inactive compounds، التوكسيسيتي اللي حكيت عليها بالبراستامول هذا سببها الـ phase 1 reaction. إذا phase 1 reaction can increase مثل هذا الـ byproduct، الـ product can decrease يكون inactive or leave it unchanged or يطلع لي toxic metabolite regarding this pharmacological activity. راح ناخذ examples هسه على phase 1 reaction. حقيقة 3 reactions are the predominant the cytochrome P450 enzyme metabolism. الأول هو oxidation reaction، الثاني هو reduction reaction and hydrolysis reactions. Okay. The microsomal drug oxidation require P450 and P450 reductase and the not pH. Okay. In addition to molecular oxygen، ما دام هو oxidation أكيد راح أحتاج oxygen. راح أعطيكم examples على كل reaction من the NICA drug وش يصير به بالضبط. من الأدوية اللي أخذتوها أنتم كمثال drug propranolol تذكروا، أخذتوا كمثال على beta blocker. It is antagonist of beta receptors. البروبرانولول من الأدوية اللي يصير به first pass effect ويصير به oxidation reaction. نوع الأكسيديشن اللي يصير بالبروبرانولول هو aromatic hydroxylation. aromatic تعرفون من الكيمياء شنو يعني؟ يعني اكو بنزين رينج، هذه البنزين رينج. هذه تكون هيك شكل شكلها، لما يصير بها hydroxyl group هذا نسميه aromatic hydroxylation. ممكن تكون تو ستيب بروسس اوكسجينيشن، هنا قلنا نحتاج الموليكولر اوكسجين بعدين نضاف الهيدروجين يتحول الى هيدروكسيل جروب. اذا اروماتيك هيدروكسيليشن يصير بالبروبرانولول، بينما اليفاتيك هيدروكسيليشن، اليفاتيك يعني تشين كاربون تشين، مو بنزين رينج، هذه بنزين رينج سميها اروماتيك رينج. الاليفاتيك يكون ستريت تشين. هيدروكسيليشن باي اليفاتيك هيدروكسيليشن از اكزامبل اون فينوباربيتول اور فينوباربيتون، نفس الشيء، هذه مصطلح امريكي ومصطلح بريطاني. فينوباربيتال يستخدمون الأمريكان أكثر. It is anti-convulsant drug, anti-epileptic drug, and it is sedative hypnotic. هذا يستخدموه بالتخدير. أخذتوا مثال أنتوا البنتوثال، واحد من الفاميلي مالت الفينوباربيتال. إذا it is sedative hypnotic ممكن يستخدمه كأنتي-epileptic أيضا. Now, the third example is oxidative de-alkylation. دي الكيليشن هذا هو المثال على الانماسكينج. الفانكشنال جروب النيتروجين الاكسجين السلفر موجوده بس احنا نوخر الميثيل جروب من عندها دي ميثيليشن فيصير عندنا اوكسيداتيف دي الكيليشن. اذا هذا اكزامبلز على اوكسيديشن رياكشن اللي يصير في فيز 1. ناخذ اكزامبل على ريدكشن رياكشنز مثل نيترو ريدكشنز. نيترو ريدكشن يصير بالكلورامفينيكول. كلورامفينيكول هو انتي بايوتيك نستخدمه كل شويه كتوبيكال ايجنت مثل هذه الاي دروبس والاي اوينتمنت المرهم مالت العين وهذا كلورامفينيكول. اكزامبل اون هيدروليسيس عندنا اوكسيديشن ريدكشن هيدروليسيس، هاي ثلاثه ريد اكزامبل واحد من عندهم. عندنا البروكاين اللي هو لوكال انستاتيك ايجنت مخدر موضعي يصير به هيدروليسيس باي انزيم كولد استيريز انزيم، قسم من عنده سودو كولينستريز او بيوتريك كولينستريز موجود بالبلد يسوي ديستركشن للبروكاين، فاذا هاي عمليه هيدروليسيس بسيطه واكو بالليفر طبعا. واضحه يعني؟ هذه هي اكزامبلز على فيز 1 رياكشن اوكسيديشن ريدكشن اند هيدروليسيس، واخذنا اكزامبل على الاوكسيديشن، اوكسيديشن بثلاث انواع، ريدكشن نوع واحد والهيدروليسيس نوع واحد. هاي كلش مبسطه طبعا، هو الموضوع كلش معقد وبصفحات كلش طويله، نكتفي برياكشن واكزامبل، رياكشن واكزامبل. ما مطلوب يعني هذا الفيجر، فقط على ما تفهمون الفرق بين اروماتيك واليفاتيك، حتى المعادلات ما مطلوبه، اريد بس الاسم والاسم. اوكي. اكو فد موضوع متعلق بالفيز 1 رياكشن اللي هو انزيم اندكشن اند انزيم انهبيشن، حطيته انا بالاوبجكتيفز هسه راح نشرح. This is very important issue.
حقيقة طلاب الدراج ميتابوليزم is very important لأنه ال variation between humans between individuals معظمها يعتمد على drug metabolism. The fate of the drug, side effect of the drug, therapeutic failure or therapeutic success يعتمد على drug metabolism. Okay. لأن الدراج ميتابوليزم هو راح يحدد إيش قد يبقى هذا الدراج بداخل البودي، إيش قد يبقى أكتيف، ممكن يعطيني توكسيسيتي، ممكن ما يعطيني توكسيسيتي، هذا كله تعتمد على الدراج ميتابوليزم. البايو افيلابيلتي طبعا مثل ما شفتوا تعتمد على الدراج ميتابوليزم. So it is very important subject. الآن راح نشرح مفهوم الإنزيم إندكشن. شنو مفهوم الإنزيم إندكشن ومفهوم الإنزيم إنهبيشن؟ عرفنا إنه سيتوكروم بي 450 is very important، تمام؟ هذا الإنزيم هو الكي رول بال phase 1 reaction metabolism بالليفر. هذا الانزيم ممكن يتعرض الى حالتين. الحالة الاولى انه يصير بي induction، induction يعني يزداد الشغل مالته، والحالة الثانية نسميها enzyme inhibition، inhibition يقل الشغل مالته. اوكي، اذا راح نناقش هسه مفهومين، المفهوم الاول هو زيادة بشغل الانزيم سميناه enzyme induction، والمفهوم الثاني هو نقصان بعمل الانزيم وسميناه enzyme inhibition. واضحة الفكرة؟ واضحة ان شاء الله. الانزيم اندكشن يصير لما تدخل مجموعه من الادويه للجسم، سم دراجز، مرات مو دراجز، مرات فد كيميكال ايجنت مثل سموكينج وغيره. فلما تدخل هذه الادويه للجسم فترات متكرره راح تسوي اندكشن اوف ذا سيتوكروم بي 450 انزيم. How it is induced؟ شون يعني يزداد الشغل مالته؟ Either by enhancing the rate of its synthesis، يعني تصنيع هذا الإنزيم يزداد بتأثير هذه الأدوية الجديدة اللي دخلت، or reduction in its rate of degradation. طبعاً هو الإنزيم إلى عمر افتراضي، فما يبقى بداخل الجسم إلى الأبد، يتولد ويصنع وبعدين يصير بdegradation ويروح يصنع إنزيم غيره وهكذا. من يقوم بهاي العملية؟ ال DNA وال RNA، ال RNA messenger RNA اللي ياخذ المسجز from the nucleus ويجيبها يوديها للريبوزومز والبروتين synthesis يبدي ويصنع البروتين اللي هو عبارة عن انزيم. هذا الانزيم بعدين إلى عمر، تمام؟ فإذا يا إما نقلل من ال degradation مالته أو نزيد من ال synthesis مالته، بالحالتين راح يصير عندنا انزيم induction، تمام؟ إذا صار عندنا هاي الحالة دخلنا ذن الأدوية وسوون إنزيم إندكشن للبي 450، شنو تبعاتها على المريض؟ شنو تبعاتها على الأدوية الأخرى؟ When there is enzyme induction it will result in acceleration of substrate metabolism، مو صحيح؟ لأن إحنا قلنا شو يسوي البي 450؟ يسوي oxidation و reduction و reaction، ذن كلها راح تزداد سرعتها. فبما أنه راح تزداد راح يتحول إلى more polar more water soluble rapid excretion، يعني راح ينطرح من الجسم بسرعة. إذا انطرح من الجسم بسرعة راح يقل العمر الافتراضي، decrease عمر النصف، العفو عمر النصف احنا عرفناه بداية المحاضرات وناخذ إن شاء الله بالتفصيل بالمحاضرة الجاية اللي هي الأخيرة. نسميه half life، it is the time required for half of the dose to be eliminated، نسميه elimination half life. راح يقل بدل ما يبقى الجزء الدراج بالجسم أربع ساعات، إذا سويت إنزيم إندكشن راح يبقى ساعتين بس. زين هاي زينة مو زينة؟ أنا أريد أربع ساعات راح يبقى ساعتين، طبعا مو زينة. This will decrease the pharmacological action of the drug، يعني إذا واحد عنده صداع ماخذ حبايتين بانادول وماخذ إنزيم إندوسرز راح يقل الفترة اللي يشتغل بها الباراستامول، راح يروح. المفروض هو يشتغل عندنا أربع ساعات، ست ساعات يروح الألم، لا خلال ساعتين ثلاثة يروح الألم ويرجع ياخذ حباية جديدة إضافية. إذا الإنزيم إندكشن will decrease the pharmacological effect of the drug، تمام؟ يا أدوية اللي هي metabolized by P450، يعني ال P450 اللي يصير بإندكشن الدواء مالته يتأثر. طبعا عندنا أنواع من ال P450 الآن وصلت للمئات، مو كل P450 هو إنزيم واحد، اكو P450 CYP3A CYPC2، كل دراج إلى specific سب تايب اوف بي 450 انزيم، بس ما اقدر اعطيكم اياهم هسه لان انتم مرحله مبكره. ان شاء الله ويا تقدم دراستكم تبدون تعرفون شوي شوي عن هذه الاشياء. اوكي، however in some cases when the drug drugs metabolically transform to reactive metabolite enzyme induction may accelerate metabolite mediated toxicity. يعني شنو؟ احنا بدنا نحكي اذا الدراج بالميتابوليزم يقل الإفكت مالته، هذا الافتراض صحيح، الإنزيم إندكشن راح يقلل شغل الدراج. بس لو كان هو برو دراج
يتحول الى اكتف ميتابولايت مثل الازاثيوبرين اللي حكيناه قبل شويه. شو يصير؟ الانزيم اندكشن راح يزيد الايفكت مالته مو يقلله، حتى تصير واضحه. احنا قلنا الانزيم اندكشن البرودكت مالته ممكن تكون less active و inactive، هاي بالmajority قلنا often. هنا أنا طبعا اذا سوينا انزيم اندكشن راح يقل شغل الدواء، بس هنا أنا مثل 6 ميركابتابيورين ازاثيوبرين اكتف ميتابولايت، اذا سويت انزيم اندكشن راح يزداد شغل الدواء، يطلع عندي مور 6 ام بي. والحاله الثالثه اذا يطلع لي توكسيك ميتابولايت وسويت انزيم اندكشن، اذا يطلع لي توكسيك ميتابولايت مثل انستال بي بنزوكوينون يمين اللي يطلع ويا البراستامول، هنا راح تزداد التوكسيسيتي. اذا واحد اخذ انزيم اندوسر واخذ باراسيتامول، هذا اللي حكينا عليه قبل شويه اللي اخذ له 20 حبايه 30 حبايه ما ادري ايش بيه، زعلان لو يريد ينتحر لو ما اعرف شنو، هذا اذا اخذ ذني الحبايات وهو ماخذ انزيم اندوسر راح تصير التوكسيسيتي مور، راح تكون فيري ريسكي. لناخذ هيك مثال، يريد ينتحر طفل ودا ياخذ انزيم اندوسر لعلاج حاله معينه، وجا شرب شراب الحراره مالته اللي هو باراسيتامول، راح يصير بي توكسيسيتي لانه هو ماخذ انزيم اندوسر، راح يسرع من الرياكشن وبالتالي راح يطلع لي مور توكسيك ميتابولايت. اذا الانزيم اندكشن عاده يسوي لي ثيرابيوتيك فيلير، يقلل الفارماكولوجيكال افكت، بس ممكن يزيد الافكت اذا كان برودرج عندي، وممكن يسوي لي توكسيك افكت اذا كان الميتابولايت هو توكسيك ميتابولايت. واضح؟ Example of CYP450 enzyme inducer، تحفظوهم ذني طلاب، فينوباربيتال اللي اخذناه قبل شويه. انا احاول اكرر الاكزامبلز حتى ما اجيب لكم اسماء جديده وتحفظوها بسرعه. كاربامازبين اسمه تيجريتول، مشهور جدا، احد ادويه الصرع المهمه. فينيتوين، ذن اول ثلاثه فينوباربيتون كاربامازبين وفينيتوين هم ادويه تستخدم للصرع حتى تحفظوها. انتي ايبيليبتيك دراج. الأدوية الثانية هي أنتي تي بي، تستخدم في علاج التدرن، أنتيبايوتكس، ريفامبيسين أند أي إن إتش أور أيزونيازايد، هذول أنتي تي بي دراجز. ممكن اللي يحب يضيف لها سموكينج، السموكينج أيضا إنزيم إندوسر، بس أنا ما خليته لأنه مو دراج. زين، فإكزامبلز على هذه الأدوية هم هذول الخمسة، تحفظوهم. شنو الإفكت مالتهم؟ إذا المريض بده ياخذ علاج معين وأخذ واحد من هذول الخمسة، انزيم اندكشن كان كوز ثيرابيوتيك فيلير. عندنا اكزامبلز بحالات اللي يصير بيها ثيرابيوتيك فيلير، مثلا كونتراسبشن وذ كونتراسبتيف بيلز، امرأة تاخذ حبوب مانعة للحمل وتجي تاخذ واحدة من هذين، صار بها تدرن وأخذت ريفامبيسين أو أخذت كاربامازيبين لهدف معين، صار بها دايابيتيك نيوروباثي، هذا أيضا يستخدم لعلاج الآلام اللي أسبابها عصبية، نسميه نيوروباثيك بين. بالنيوروباثيك بين استخدم هذا الدراج. فالمهم اخذت هذا الدراج يصير عندها فيلير، ممكن يصير عندها حمل. ليش؟ لان الكونتراسبتيف بيلز بعد يصير بها رابيد اكسكريشن وتفقد شغلها. المثال الاخر اللي اريدكم تحفظوه كل زين ودائما انا اطرحه هو الوارفرين. الوارفرين دائما يسوي لنا مشاكل، دائما يصير به دراج دراج انتراكشن. هذا الدراج دراج انتراكشن شفتوه انتوا وين؟ بالبروتين بايندينج. قلنا لما نطش سلفونامايد دراجز راح يسوي ديسبليسمنت اوف وارفرين ويصير عندي توكسيسيتي. هنا اذا اعطيت انزيم اندوسر راح يصير عندي ثيرابيوتيك فيلير، بعد ما يشتغل الوارفرين راح نفقد الانتي كوجولنت بروبرتي، يعني شو يصير بالمريض؟ يصير به جلطه. ومن ياخذ الوارفرين؟ ياخذه حتى نمنع الجلطه، ناخذه حتى يزيد سيوله الدم، حتى ما يصير كلوت. واضح؟ فاذا احنا انطينا انزيم اندوسرز، يعني واحد ياخذ وارفرين واحتاج واحد من ذني. اخذ واحد من ذني، لازم شو يسوي؟ لازم زيد الدوز مال الوارفرين، لان هذا يسوي انزيم اندوسر، راح يسوي رابيد ميتابوليزم، راح يقلل الهاف لايف، يقلل الديوريشن، بدل ما يحتاج الحبايه الثانيه ورا 8 ساعات، لازم ورا 6 ساعات ياخذ الحبايه الثانيه، وهكذا. المثال الاخر هو سايكلوسبورين. سايكلوسبورين هذا اميونو سبرسنت دراج، نعطيه افتر رينال ترانسبلانت، اذا المريض زارع كله، سوي ترانسبلانتيشن اوف ذا كيدني، لازم ياخذ اميونو سبرشن حتى ما يرفض هالجسم. كلكم سامعين بهاي القصص، سوى زرع للكلى والكلى رفضها الجسم مالته، او زرع فد اورجن اخر، هارت ترانسبلانت، ليفر ترانسبلانت، لانج ترانسبلانت، سكيني جرافت، يعني اخذ جلد من منطقه زرعها بمنطقه ثانيه او من مريض الى مريض اخر. اوكي؟ فممكن يصير عندنا اذا بنفس الانسان عاده ما يصير عندنا رفض، بس اذا انطاها من متبرع اخر ممكن يصير رفض فياخذ سايكلوسبورين. كل شيء تاثر بالانزيم اندكشن، اذا اعطينا انزيم اندوسرز بعد ما يعني يفقد فعاليته، لانه راح ينطرح من الجسم بسرعه، نفس المبدا، ويصير عندي ثيرابيوتيك فيلير. اعتقد الشرح كافي ووافي. المفهوم الثاني هو عكسه حتى نختصر الوقت. عكسه، هنا عندي انزيم انهبيشن، يعني اعطيت ادويه تسوي انهبيشن للسايتوكروم بي 450، يعني ايش راح يصير بالهاف لايف؟ ات ويل بي انكريز،
يزداد الـ duration inhibition of substrate metabolism. إذن الـ pharmacological action of the drug شو يصير بي؟ it will be increased. تمام؟ العكس بالضبط. هذه الأدوية تثبط عمل الـ P450، لما تثبط عمل الـ P450 بعد ما يشتغل ما يسوي لي إنزيم أكتيفيتي، فراح يصير عندي زيادة بالـ pharmacological effect، لأن الـ drug بعد ما ينطرح ما يصير له metabolism. أوكي. زين، إذا كان الدراج يعطيني توكسيك ميتابولايت مثل الباراسيتامول، هذه الأدوية راح تكون مفيدة، لأن الإنزيم إنهيبيشن ويل ديكريز ذا ميتابولايت ميديتد توكسيسيتي. واضح؟ إنزيم إندوسر كونترا إنديكيتد ويا الباراسيتامول، بس الإنزيم إنهيبيتر بالعكس تفيدنا ويا الباراسيتامول، لأن تمنع تكون توكسيك، مو تمنع نهائيا لكن تقلل تكون التوكسيك ميتابولايت. إكزامبل أوف سي واي P450 enzyme inhibitors عندنا سايميتيدين، هذا دراج نستخدم التريتمنت اوف بابتيك السر للقرحه، سايميتيدين، اورانيدين اللي هو زانتا كذا سامعين بما عائله وحده، كيتوكانازول هذا انتي فانجل دراج مضاد للفطريات، ارثرومايسين از انتي بايوتيك، اشهر ثلاثه ذولا سايميتيدين كيتوكانازول ارثرومايسين، فلوراكوينالون هذا ايضا انتي بايوتيك، هذا انتي بايوتيك، هذا انتي بايوتيك، هذا مضاد فطري، انتي بايوتيك نقصد به انتي بكتيريال، هذا انتي فانجل، اذا كل هذول انتي مايكروبيالز، وهذا سايميتيدين اللي هو للبابتيك ألسر، اوكي يسموه اتش 2 بلوكر. وعندنا جريب فود جوز، يعني هذا واحد من الناتشرال ثينجز، هو يشوفون يعني يحبون ياخذون جريب فروتس، يقول لك الجريب فروتس نزل لي الضغط، سامعين بهاي القصه؟ خل اشرب اني عصير الجريب فروتس اللي احنا قسم يسموه سندي وقسم يسموه اسماء كثيرة هي الحقيقة، بس الجريب فروت هو معروف، والسندي يعني عندنا مشهور بالعراق. زين، يشرب سندي يقول لك نزل الضغط مالته كلي زين، هو دا ياخذ طبعا علاج الضغط، اللي دا يسوي الجريب فروت شنو؟ دا يسوي انهبيشن للانزيم، فشي يصير بالافكت مال الدراج؟ يزداد الافكت مالته، لان بعد ما يصير بديستراكشن فيبقى فترة طويلة يشتغل، فهو الفكرة مالته انه يستخدموه كانزيم انهبيتر. اذا سويت انزيم انهبيشن للوارفرين، يعني مريض ياخذ وارفرين واخذ سايميتيدين او كيتوكانازول او ريثرومو، شو يصير به؟ راح يصير به بليدنج. بالحاله الاولى قلنا كله عكس، الحاله الاولى شو يصير به؟ انتي كوجيلنت فيلير، يصير عنده جلطه، يعني ما يشتغل الدراج، هنا يقوم يشتغل زايد، يقوم السيوله تزيد فيصير عنده نزف. واضح يعني؟ الوارفرين كلش حساس، نتجنب الانزيم اندكشن ونتجنب الانزيم انهبيشن، انزيم اندكشن راح يسوي لي فيلير، وانزيم انهبيشن راح يسوي لي توكسيسيتي يعني زياده بالافكت مالته. اعتقد الامثله جدا واضحه، واذا تحتاجون اي سؤال انا ممكن اوضح لكم اياه، بس حتى نحاول نتقدم بالمحاضره. نو اذا اللي شرحناه كلش مهم طلاب وتركزون عليه. فيز 2 رياكشن، هذا كله كان فيز 1 رياكشن، وعرفنا انه فيز 1 رياكشن تاثر عليه فاكتورز كلش هوايه. الان ننتقل الى فيز 2 رياكشن. What is phase 2 reaction? Phase 2 reaction is conjugation reactions. لابد ايضا مرت عليكم البايوكيمستري. السبب مالتها ليش دائما تصير فيز 2 رياكشن؟ لانه مرات من يدخل الدراج بالفيز 1 رياكشن ات از ستيل لايبوفيليك، يبقى بعده ليبيد سوليبل، لما يروح للكيدني يصير بي ري ابزوربشن ان ذا كيدني تيوبيولز ان ذا رينال تيوبيولز، يرجع مرتلخ للسيركوليشن. اذا ما سوينا شيء، يعني ما صار رياكشن كافي بحيث او فانكشنال جروب كافي بحيث يسوي بولر بحيث يطلع ويا اليورين، فنضطر نسوي another type of reaction اللي هو conjugation reaction يصير عندنا بالليفر. Subsequent conjugation reaction is required for drug elimination. إذا شنو فكرت الconjugation؟ شنو يعني conjugation؟ conjugation يعني ربط ويا molecule جديدة، مو نسوي unmasking of functional group ولا نسوي hydroxylation ولا oxidation، لا نجيب molecule كاملة نربطها بهذا الدراج. اسم هاي المولكيول هو راح يحدد النوع اوف ذا رياكشن، واسم الرياكشن يصير على اسمه. مثلا اذا حطينا جلوكورينيك اسيد نسمي العمليه جلوكورينايديشن، واذا ضفنا سلفوريك اسيد راح نسميها سلفيشن، واذا ضفنا اسيتيك اسيد نسميها اسيتيليشن، وهكذا. اذا احنا نحط امينو اسيدز، نحط اذر مولكيولز، فانكشنال جروب نسميها اندوجينوس سبستريت، يعني هذا موجود بداخل البودي، مولكيولز مثل الجلوتاثيون وغيرها ترتبط بهذا الكومباوند تحوله الى توتالي ووتر سوليبل بحيث يروح يطلع بالكدني. النقطه الكلش مهمه بهذا الموضوع انه افتر كونجكيشن موست اوف ذا دراجز ار انكتيف، انتبهوا على هاي المعلومه. بالفيز 2 موست اوف ذا دراج انكتيف، بالفيز 1 ايش قلنا؟ نرجع الفيز 1 ايش قلنا؟ قلنا بالفيز 1 ايذر انكريز
decrease or leave it unaltered. الاكتيفيتي يا اما تزيد او تقل او ما تتغير. اوكي هذا الاكتيفيتي بالفيز 1 واضح. فيز 1 بس كيميكال رياكشن، بينما هنا الكونجيجيشن ات ويل ديكريز ذا ثيرابيوتيك اكتيفيتي، راح تحولها ان اكتيف. واضح. الادويه اللي صار عندها او اتش جروب او امين جروب او كاربوكسيل جروب بالفيز 1 تقدر تدخل فيز 2 مباشره، او تكون اصلا هي عندها هيدروكسيل وعندها امين وعندها كاربوكسيل تدخل بالفيز 2 مباشره. هذيك الحالة الأولى أنه درج نضيف له إحنا هاي أو نسوي له unmasking وبعدين يدخل بالفيس 2. يعني مثل هنا شوفون الدرج يروح فيس 1 يصير بأوكسيديشن ريداكشن أو هيدروليسيز، تطلع ذني الفانكشنال جروبز يلا يروح بالفيس 2. طبعا فيس 2 حتى يصير لازم عندي فانكشنال جروب، لأن أنا شوين أسوي الكونجيجيشن الربط وين أسوي؟ أسوي وحدة من ذني، فلازم موجودة. إذا كانت هي أصلا موجودة بالدرج، اصلا مو هو الدرج بيه هيدروكسيل، بعد ما يحتاج فيز 1 نجي مباشره على فيز 2. اما اذا كان هاي انماسكينج مخبئه او ما موجوده اصلا، راح يدخل في فيز 1 وبالاوكسيديشن وريدكشن راح يصير هذا اللي حكينا احنا. تلاحظون هنا انه فولوينج فيز 1 ذا درج مي بي اكتيفيتد انشينجد اور موست اوف ان اكتيفيتد، صح اللي حكينا، بينما افتر كونجيجيشن ات از يوجوالي انكتيف. هذا فرق كلش مهم بين نتائج الفيز 1 فيز 2. بعد الفرق الاخر انه دائما بعد فيز 2 راح يكون ووتر سوليبل، فالاكسكريشن مالته يكون رابيد، ممكن يطلع بالبايل او ممكن يطلع بالكدني، بعد ما يربي ري ابزوربشن. اوكي انواع الكونجيجيشن رياكشنز وي هاف 6 ميجر رياكشنز. النوع الاول نسميه جلوكورينايديشن، قلنا الاسم جاي منين؟ من الموليكيول اللي يصير بها كونجيجيشن. شنو الموليكيول بالجلوكورينايديشن؟ جلوكوريانيك اسيد، مثال عليه الاستامينوفين، الباراستامول الرياكشن مالته هو جلوكورينايديشن. سكند اكزامبل اسيتيليشن، شنو هي الموليكيول؟ اسيتايل جروب باي اكزامبل عليها سلفوناميد دراج. جلوتاثيون كونجيجيشن، جلوتاثيون اللي يرتبط، جلوتاثيون كونجيجيشن از the neutralizing substance for anacetyl p benzoquinone. قلت لكم احنا جوا قبل شوي، قلت لكم جوا راح احط لكم الاسم الكامل مالته، هذا الاسم الكامل مالته. هذا شنو هو؟ هذا الرياكتيف انتامبولايت اللي يطلع من الاستامينوفين. واحد يقول لي انت قلت لي الاستامينوفين هنا وقلت لي هنا بالكونجيجيشن، نعم 60% تقريبا يصير بكونجيجيشن وذ جلوكورينيك اسيد، حوالي 35% كونجيجيشن وذ سلفيت. ايش قد بقى؟ 5%، ال 5% يصير بها ميتابوليزم بالبي 450 اللي حكيناه فوق. شنو الناتج مالته؟ انستايل بي بنزوكوينونامين. هذا التوكسيك انترميديت من يستلمه؟ يستلم الجلوتاثيون، هم يسوي له كونجيجيشن ويطلع. اذا لما اني اخذ حبايتين بنادول، اخذ اربع حبايات بنادول ما عندي توكسيسيتي، 100% دي يصير لها ميتابوليزم، 60% ب 35 وال 5 اللي تعطيني التوكسيك بسرعه ياخذها الجلوتاثيون، الجلوتاثيون ياخذ التوكسيك ميتابولايت يسوي له انكتيفيشن، واضح؟ إذا أخذت أنا 10 حبايات طبق يعني جرعة واحدة، هنا أنا بعد الجلوتاثيون ما يكفي. الجلوتاثيون is not enough to neutralize the anacetyl P benzoquinone فتظهر toxicity. من اللي أول أورجان يتأثر بالتوكسيسيتي؟ هو اللي صار بميتابوليزم الليفر. فالباراستامول راح يسوي لي acute hepatic toxicity نسميه hepatic necrosis. المثال الآخر glycine conjugation، we have the salicylic acid اللي هو الأسبرين. السلفيت كونجيجيشن و هاف اولسو استامينوفين حكينا، الميثيليشن مثل الدوبامين يصير بين ميثيليشن. واضحه طلاب عيني؟ هذا هو فيز 2 رياكشن بطريقه جدا مبسطه وان شاء الله تكون واضحه. اخر شيء بالمحاضره عيني طلاب راح نحكي على الفاكتورز اللي راح تاثر على الميتابوليزم. هذا الحكي اللي حكيته صح هو هو اللي يصير بداخل البودي، لكن يتاثر باشياء كثيره. اوكي؟ راح نناقش هسه شنو هاي الاشياء الكثيره اللي ممكن تاثر على الميتابوليزم. يعني الحكي اللي قلته مو يصير بكل الناس 100%، اكو بعض الناس عندهم عوامل تاثر على الدرج ميتابوليزم ممكن تزيدها تقللها. وعرفنا اي تغيير بالميتابوليزم راح يؤدي لي الى يا اما ثيرابيوتيك فيلير يا اما توكسيسيتي يا اما يعطيني جود افكت، يعني مثل شفنا حاله الجريب فروت اللي ياخذوا وهكذا. زين شنو هي هذه الفاكتور؟ اول فاكتور از ذا جينيتيك فاكتور، اكو عوامل وراثيه عند الانسان تاثر على درج ميتابوليزم. افضل مثال على الجينيتيك فاكتورز هو هذا اللي راح احكي هسه، الاسيتيليشن بروسيس، هذا اللي يصير هنا اعطيتكم مثال سلفوناميد. هو الميتابوليزم الاساسيه بدرج مثل الاي ان اتش،
اوكي اللي يكتب لي مثال اي ان اتش راديو حفظا بالاستيليشن هم صحيح مو اللي يحفظ السلفونه مايدي. الاي ان اتش هو انتي تي بدرج مر علينا هنا، انا دائما احاول اكرر بالامثله حتى ما صعبها عليكم. الاي ان اتش هذا هو، الاي ان اتش هو انتي تي بدرج نستخدمه بعلاج التدرج. نجي نعطيه للمرضى احنا نشوف انه يعني تعامل المرضى ويا هذا الاي ان اتش بنعطيهم اياه نوعين. سم انديفيدجوالز يكون الاستيليشن عندهم فيري سلو بطيء، فلما يكون الاستيليشن بطيء راح يبقى الدرج ما يعني بالبودي اكثر، هذولا لازم اني اقلل لهم الجرعه يعني اعطيهم ليس دوز، لانه اذا بقيت على نفس الجرعه مالتي وهم سلو ممكن يصير عندي توكسيسيتي بالدرج. تمام اوكي، اذا هذا السبب مالته ليش دول يصير عندهم سلو، ذول يصير عندهم ديكريز بالسينثيسيس اوف ذا انزايم ريسبونسبل فور استيليشن ات از انهيرتنت معروف ومشهور اوتوسومال ريسيسيف. قسم من عندهم يكون فاست استيليتر، هذا لازم انا اعطي جرعه اكثر حتى يشتغل على الدرج. اكثر حاله مشهوره هي السلو استيليتر. فالمثال اخر هم على الجينيتك، بما نحكي عن الجينيتك تذكرون بالمحاضره الاولى حكيت لكم على الايديوسينكراتيك رياكشن، قلت لكم ات از جينيتيكلي ديترمايند اب نورمال ريسبونس تو درج، يعني مرات فد مريض ما عنده انزيم، انزيم كامل مختلف. جي 6 بي دي مثال اخر اخذته بالكيمياء، جي 6 بي دي ديفيشنسي، هذا الانزيم يكون مفقود عنده وبالتالي الانتجريتي اوف ار بي سي تكون ما محفوظه، ياخذ دواء يصير عنده هيموليسيس تتكسر، ياخذ باقله سامعين المرض الباقل لا ياخذ باقله تتكسر الخلايا مالته راسا ويصير عنده اكيوت هيموليسيس. اذا هذا اشياء وراثيه تاثر على الحاله الصحيه للمريض على الدراج رياكشن. هنا حالة وراثية تأثر على الميتابوليزم، الحالة الوراثية هي autosomal recessive triad characterized by decreasing the synthesis of the enzyme responsible for acetylation. الفاكتور الآخر هو الدايت والانفيرومنتال فاكتور. الدايت كلكم شفتوا تأثيره، الدايت شفتوا grape fruits إذا أخذ البيت راح يصير inhibition of cytochrome P450 هذا المثال شرحناه احنا فوق. cigarette smoking may cause enzyme induction عكس الجريب فروت، المدخن يصير عنده enzyme induction فممكن يصير عندنا therapeutic failure. الفاكتور الثالث هو الايج اند سكس، ناخذ كل واحد على حده. بالايج فاريشن نشوف احنا لاحظنا الاعمار الصغيره كلش very young people and very old patients usually have slower metabolism، يكون الميتابوليزم عندهم اقل. ليش؟ الاعمار الصغيره بعد الانزيمز not well developed، والاعمار الكبيره يصير عندهم regression يعني بعد تعرف يضعف الانسان لما يكبر وصير قدرته على الميتابوليزم اقل. الاسينشال اندوجينوس فاكتور مو قلنا جلوكورنايديشن وسلفيشن وغيرها، منين تجي؟ من التغذيه ومن الاكل، ايضا تكون مو كلش يعني بالنسبه للطفل ما عنده هاي الاشياء بعده، وبالنسبه للي هو فيري يانج بعد سمول نيونيت مثلا نسميه، وبالرجل الكبير جدا يمكن تغذيته مو كل زينه، فلذلك دائما نعطيهم احنا سبلمنت صغيره. اذا تاثير الايج انه فيري يانج والاولد يصير عندهم سلور ميتابوليزم. تاثير الجندر او سكس ديبندنت فاريشن هاي كلش واضحه بالرات بالانيمالز، بالهيومن قليله اوكي. لذلك شوفون اذا نسوي احنا بحوث وتجارب على الفئران لازم نختار من نفس الجندر، على الميل نشتغل واحد، على الفيميل نشتغل واحد، ما نجي نقارن ميل وفيميل لانه دائما اكو فرق بالسكس ديبندنت فاريشن. بالهيومن اكو شويه واضحه بالايثانول، يعني الايثانول ميتابوليزم بين تو جندرز ار فاريبلز، فاذا تاثير الجندر مو كلش هواي مو مثل تاثير الايج. الفاكتور الرابع هو الدراج انتراكشن، هل المريض ده ياخذ دراج اخر او ما ده ياخذ وشون ياثر على الميتابوليزم، هذا كله شرحناه في حاله الانزيم اندكشن وفي حاله الانزيم انهبيشن. بقى اخر فاكتور هو ممكن الانسان يكون مريض بمرض معين ويأثر على الدراج ميتابوليزم، مو صحيح؟ احنا قلنا هو برايمر اورجان هو منه الليفر، فاذا البيشنت عنده كرونيك ليفر ديزيز سي ال دي هذا البيشنت راح يصير عنده امبيرت ميتابوليزم مثل ليفر سيروسيس تشمع الكبد، هذا بعد ما عنده قدره حتى يسوي ميتابوليزم للدرج. لذلك هذول المرضى اللي عندهم ليفر ديزيز كلش حذرين لما نعطيهم ادويه لانه ما عندهم قدره على الدرج ميتابوليزم. كاردييك ديزيز راح يؤدي الى ديفرنت بلاد فلو تو ذا ليفر، احنا قلنا البلاد فلو ياثر على الديستريبيوشن وبالتالي راح ياثر على الميتابوليزم. بالمونري ديزيز مهم بالميتابوليزم اوف سيرتن دراجز لايك بروكاين، بروكاين قلنا هو يصير له استريزز يسوي له هيدروليسيز، هذا الهيدروليسيز عاده يصير باللنج، فاذا عندنا لنج ديزيز مثل بالمونري فايبروسيز او سي او بي دي او ازمه هذول راح يقل عندهم الميتابوليزم. اخر شيء الثايرويد جلاند، الثايرويد تعرفون تفرز هرمونات مهمه مهمه بالميتابوليزم اوف سيرتن دراجز، اذا عندنا هايبوثايرويدزم يعني نقصان بالثايرويد هرمونز
راح يسوي انكريز من هاف لايف اوف ديجوكسين، واذا عندنا هايبر ثايرويدزم يسوي العكس راح يقلل الهاف لايف اوف ديجوكسين. اذا هذه اكزامبلز على الديزيز وشون الديزيز ياثر على الميتابوليزم. طلاب ارجو ان تكون المحاضره واضحه وان شاء الله تكون سهله عليكم. نلتقي ان شاء الله بالمحاضره القادمه الاسبوع القادم. شكرا جزيلا لاصغائكم.